وعلى يمينك اهو الفريق المصري اساميه، والفريق الكوستاريكي على شمالك ولابس الفانيلا الحمراء. عماد سليمان، ماشي عماد سليمان، وترقيصه ومعدي ومعدي وشوطه جامده وتطلع الكوره كورنر، صحه الباب انما تروح تاني وبكعب رجله وعلى اليمين وبيرفع والرفع حلوه ودماغه جنب العارضه اليمين. عماد سليمان، وعماد سليمان طويله حلوه بيجري عليها شوقي غريب، بيجري شوقي غريب هيطلع بقى، هتطلع بره، طلع بره فعلا انما في ايد الجول. الخطيب عايز يرقص تروح وتتظبط وداخل 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 وداخل. طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، الزحلق طاهر ابو زيد فيها كان هيجيب جول 100%، طاهر ابو زيد كان هيجيب جول 100%. هنشوفها تاني اهو، اهو عدى خلاص والجول طالع له وعايز هو ينام ويلعبها الزحلق. هارد لاك طاهر ابو زيد وفاول. مجدي عبد الغني ورفع، مجدي عبد الغني والرفع حلوه، طاهر ابو زيد بدماغه، يا سلام يا سلام. شوف شوقي غريب فين، جول 100%. يا شوقي لو طلع شويه وكان لعبها لتحت كانت جول 100%. هنشوفها تاني اهو، طاهر ابو زيد لعب الكوره بدماغه. شوف شوقي غريب فين، على حدود الست ياردات، يلحق قبل الاوت وهيرفع ورفع والرفعه حلوه وتفوت من بدر حامد للوينج اليمين وهيرفع تاني وبدماغه. ايه بدماغه؟ عادل المأمور على طول صاحي، برافو عادل. بدر حامد، وبدر حامد بيلعب كوره حلوه للخطيب، الخطيب حلوه. عماد سليمان هو جول، هو يا سلام يا سلام يا عماد، جول اكيد 100%. تمريره حلوه ولمها لنفسه، الكوره لو بين الثلاث خشبات جول. هنشوفها تاني، شوف تمريره الخطيب جميله ازاي بين خمسه لعيبه. ادي عبد الصالح الوحش، شوقي غريب على يمينه ما ادالوش، وتفويته حلوه والخطيب وهيعدي، وعدى فعلا وداخل. يا ضعيفه ضعيفه حلمي، ضعيفه حلمي، ضعيفه حلمي. شوف ما جاتش في وش رجله، لو جت في وش رجله عرض محمد حلمي، وحلمي بينيه جميله لبدر حامد، انما الباك لعبه الفرمله ويقطع ويخش تاني شوقي غريب ويقطع شوقي غريب، وماشي شوقي هيلعب كرة بالعرض، هيلعب ولعب كرة بالعرض حلوة. الخطيب، الخطيب جوه جول، جوه الجول، يا سلام. شفنا الخبرة بقى، توقيفة ولمة وشوطة على الأرض، برافو 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 برافو. ده الجول الأول، هنشوفها تاني ونشوف التوقيفة، وعلى طول فيرست تايم دقيقة 32 أهي، توقيفة تمام، وقبل ما تنزل على طول يجيب الجول الأول لمصر وتصبح النتيجة 1-0. أدي الجالية المصرية من يورب، محمد حلمي يقطع على طول، وحلمي طاهر أبو زيد، وطاهر أبو زيد بيلم وماشي، طاهر أبو زيد وماشي وعايز يفوت من الناحية الثانية، خبط غصب عنه. بدر حامد، ادي شوقي غريب وبدر حامد، هي الكاميرا لما بتقرب كده الواحد بيشوف اللعيبه اكتر. او لا، هو بدر حامد البدائي والحلقه قدامه اربعه، وبدر حلوه. عماد سليمان، مجدي عبد الغني جوه الجول، جوه الجول، الجول الثاني لمصر. مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني يجيب الجول الثاني لمصر. عماد سليمان بدماغه يخش، مجدي عبد الغني فيرست تايم. احسن حاجه عملها مجدي عبد الغني انه لا تفلسف ولا وقف ولا عمل حاجه ابدا. تاني عماد سليمان ومجدي عبد الغني على طول اهو، يعني ما كان ممكن، وعلى طول نمره 12 مينيور. مينيور ماشي على مهله، بيحلق محمد حلمي وبيرفع ورفع حلوه، برافو عادل مأمور، برافو عادل مأمور، طلع من جول وضرب الكوره بالبوكس، يعني مش مطلوب منه اكتر من كده. طالع ورا فرودته دايما ابراهيم، وبيلعب كوره حلوه لعايش حاته، وعلي شحاته ماشي وهيرفع ورفع والرفع حلوه ويطلعها حد فيه. يا سلام يا سلام يا سلام يا خطيب، كره حلوه حلوه حلوه، مهاره فرديه عاليه، ينام ويلعبها وتروح للخطيب، والخطيب ماشي ماشي، الخطيب ماشي بيلعب لمجدي عبد الغني، ومجدي عبد الغني هيلعب حلوه لعلي شحاته، وعلي شحاته بيظبط وهيرفع ورفع. يا سلام يا سلام خطيب، دي ايضا فرصه اكيده 100%.
وادي الجاليه المصريه حضراتكم ماسكين الاعلام والزمامير. نص الملعب وبيلعب كره طويله اماميه على طول ابراهيم يوسف وبيلم كره بينيه حلوه ناحيه اليمين ورفعه وابراهيم تاني هو اللي بيطلعها داخل الخطيب. طبعا مش عايز يشترك، احنا عارفين ان الخطيب يعني بيحاول ما يشتركش في الكور دي ويطلع عادل مأمور ويمسك علشان خاطر ممكن جدا ان هو يكمل بقيه المباريات او يلعب هاف تايم. ماشي حلمي وكره بينيه جميله من حلمي لطاهر ابو زيد لحلمي وحلمي داخل حلمي، يا سلام ادي اهي دي كمان واحده 100% تمرير طاهر ابو زيد لحلمي بسن الجزمه. نشوفها تاني اهو بعد ما لم كده بسن الجزمه بقى ما لمها تاني ادى فرصه للجول ان هو يخش. راكب فوق اللعيب تتحسب فاول على طول. نمره 12 بيرفع كره حلوه وبدماغه على طول وبرجله الشمال بره. يعني نقدر نقول ان دي فرصه لفريق كوستاريكا. كان عدى وكان جاب جول، هو مش عايز يشترك في الجول مع الجول يعني. وادي تاني هتخد وداخل وبرجله الشمال، يا سلام عماد سليمان جوه الجول جوه الجول جوه الجول عماد سليمان. الجول الثالث لمصر، الجول الثالث لمصر. محمد حلمي الحقيقه مشي بيها لعبها برجله الشمال الجميله تيجي في سن الارض وتركها لعماد سليمان. لم يتوانى لحظه الجول الثالث طاهر ابو زيد جميله. عماد سليمان عماد سليمان انما رفعها ويا سلام الباك كان هيحطها في نفسه. يعني هنشوف الكره دي بالبطيء نمره 13 فوق العرض اهي. بص حضراتكم فين جت الشارك فوق اتلعبت على طول. وادي طاهر ابو زيد بيشوط. شوفوا حضراتكم عدم التوفيق، يعني دي كرات طاهر ابو زيد دماغ محمد عمر ابراهيم يوسف يشيلوها الاثنين وداخل وتسليحه. برافو عادل معمول الفريق المصري. يعني فريق ابتدي الهجوم بسرعه عن طريق عماد سليمان. على عماد سليمان نمره 16 وتعدي ويطلعها على طول وبرجل الشمال جامده عاليه ضربة مرمى لصالح مصر. محاولة هاي المشجعين العرب طاهر ابو اول انتصار عربي في لوس انجلوس بيلعب على اليمين شوي غريب بتروح له تاني ماشي طاهر بيشوط يا سلام اهو. شوفوا حضراتكم برضو لكن يعني مفيش حاجه بين الثلاثة جايب جول زي دون في بطولة ساحل العاب. عبد الصالح مبسوط هلا قطعا الوحش مبسوط لانه اربعة وعلى الارض ال 12 لا دياب وداخل يا سلام يا غربية بتسجل في
باشا فوق العرضه يولي يرفع جارديا عمره اربع لا لا في ناحيه اليمين والرفعه وبدماغه يطلع على طول محمد وحلمي على صدر شوية غريب وتروح 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 وتصريح اهو تقع من ايد عادل المأمور على طول من هنا هدف كوستاريكي كوستاريكي الشمال بيجي محمد نيلي اللي صاب الخشب وبيلم يرفع محمد لا هو عنده بيطلع بره بيرجع وتنتهي الحصه الرسميه بالمباراه سيدك وسادتي والحكم يصفر معلنا نهايه هذه المباراه يصفر الحكم بانتهاء الشوط الثاني والمباراة وكانت النتيجة 4-1 لصالح الفريق المصري والنتيجة كويسة. كنت قلت لحضراتكم السؤال بتاع أمريكا اتغلبت 1-0 يعني بقول إن فرق الأهداف ممكن جدا يطلعنا لدور الثمانية. سيداتي أنساتي سادتي شكرا لحضراتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله في مباراة إيطاليا. و أصحاب الاهتمامات بالرياضة يعرفوا الكثير عن الألعاب الفردية. أغلبية الشعب لأن إحنا طبعا مركزين على الكرة أكثر مما يجب ما يعرفوش عن الألعاب الفردية. ما يعرفوش مثلا يعني كما شاهدوا في الدورة كارلوس خد 4 ميداليات موزيس خد 3 ميداليات وغيرهم ماري ديكر اللي بتجري كانت هتاخد يعني في ألعاب فردية في الرمح في الزانة في القرص في يعني ما أعرفش مع الشعوب النامية كلها بتركز على كرة القدم بس يوم ما يحصل إعلام واعي في جميع مراحله وأصنافه ويوم ما يبقى فيه سياسة خطة سياسية رياضية في البلد لابد أن تتجه إلى الألعاب الفردية أولا. امريكا ايه كرة ما شفنا في امريكا ولا حاجة اي فرقة اي حاجة بتلعب بالفرقة الجماعية 20 واحد عشان يجيبوا لي ميدالية. لكن التربية والاخلاق والصمود وكل القيم الرياضية في الالعاب الفردية. احنا شفنا جابرييل اندرسون السويسري معنى الرياضة الحقيقية اصيبت بالشلل المؤقت والجفاف ورغم كده اصرت على انها يعني تلف التراك يعني دي الرياضة انا رأيي ترتيبها داخل 37 وجارية 42 كيلو ولو بطلت محدش هيقول لها ليه بطلتي ومش قادرة توقف لكن اصر الاصرار هذه القيمة. لو عندنا القيمة دي في لعبتنا في بعض لعبتنا كنا وصلنا احسن من كده. هذا الاصرار هو اللي احنا عايزين نعلمه من خلال الرياضة. هذا الظاهر ابو زيد يديها لقدام لكن ما فيش حد يستفيد من تمريرته. هذا نمره 14 محمد حلمي لكن بيقولوا انه في خطا لصالح مصر لانه في اعاقه كان في اعاقه وفي خطا. بدر حامد ورا الكورة هو وشوء غريب مش عارفين مين اللي حينفذ الضربة الحرة. يمكن تمريرة قصيرة من شوء غريب لبدر حامد او لا هو بدر حامد اللي باقي والحيطة قدامه 4 بيطوفها تطويف قدام المرمى وهذا مجدي عبد الغني بيسجل الهدف الثاني لمصر.